ولنقاش ملف النفوذ المتزايد للميليشيات في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم. في ظل تصاعد حدة التوترات بين أمريكا وإيران إلى ذروتها وتصاعد نفوذ الميليشيات في العراق وتسليحها أيضا تزايد تسليحها، كيف يفسر دفع إيران لكميات كبيرة من الأسلحة المتطورة في الأسابيع الماضية للعراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إيران تحاول أن تستغل انشغال أمريكا بأزمة الانتخابات كي تمارس أقصى درجات استباحة العراق. عملية نقل الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة إلى جنوب العراق يتم كما نعلم عبر المنافذ البرية ولا سيما منفذ الشلامجة، وهذا بالطبع يدحض الأكاذيب التي تشدق بها الكاظمي عندما ادعى بأن الحكومة أصبحت تسيطر على هذه المنافذ. عملية تخزين السلاح في جنوب العراق يأتي في سياق الاستعداد الإيراني لمد نفوذها إلى شرق السعودية وربما الكويت أيضا. طبعا هذه العملية ستحدث وستتم بهدوء إذا ما تم عملية نقل السلطة من ترامب إلى بايدن، لأن بايدن كما نعلم سينهج نفس النهج الذي انتهجه أوباما، حيث أوباما كما نعلم هادن إيران وتخلى عن موضوع العقوبات التي كانت مفروضة على إيران. إذا هناك أيضا مسألة أخرى تتعلق بعملية تخزين الأسلحة وضخها إلى جنوب العراق، هي حرص إيران الدائم على تعزيز قوة أذرعها المتمثلة بالميليشيات وجعل قدراتها في حالة تفوق مستمر على قدرات القوات المسلحة الرسمية المتمثلة بالجيش والشرطة. كيف نعم. يمكن تفسير موقف الحكومة في العراق من عمليات التسليح غير المبررة للميليشيات التابعة لإيران في العراق؟ الحكومة بصورة عامة يعني، وهذا يعني ما درجت عليه الحكومة بالحقيقة، عندما يتعلق الأمر بإرادة السيد الإيراني يصبح الإذعان والتعامي والسكوت والنأي بالنفس هو خيارها المناسب. الحكومة العراقية فاقدة الهيبة ورئيسها ليس أكثر من خيال مآتة، يعني بالعراقي خيال خضرة، فهو لا يملك شجاعة الاعتراض على أي حالة تدخل إيراني تقوم بها في الشؤون العراق الداخلية. وهذه ليست حاله فقط بل حالة رؤساء الحكومة السابقين. قبل أيام سمعنا عبد المهدي على سبيل المثال يتحدث عن خاتم أصبع قاسم سليماني ويبدو أنه يعرف عنه أكثر مما يعرف عن أبنائه، وتبين أن سليماني كان يجول بين لبنان وسوريا والعراق بدون دراية الحكومة العراقية ورئيسها، وحتى موعد اللقاء الصباحي كان قاسم سليماني هو الذي حدده لعبد المهدي وليس عبد المهدي نفسه. إذا يعني هناك بالحقيقة مسألة مخزية جدا، مخزية فيما يتعلق بموقف الحكومة العراقية إزاء التدخلات الإيرانية، حكومة مذعنة وحكومة لا تستطيع أن تقول أو تعترض على أي حالة تدخل يقوم بها ليس السيد الإيراني أو الخامنئي أو السلطة العليا، وإنما قائد جيش أو الفيلق القدس يستطيع أن يتجاوز الحكومة العراقية بكل مفرداتها، يعني سواء كانت السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية أو حتى السلطة التشريعية. أستاذ لبيد، استخدام هذه الأسلحة الإيرانية المتطورة إلى العراق تزامن مع استعدادات عسكرية أمريكية في العراق أيضا، إلى أي مدى ستكون هناك حرب بالوكالة على الأرض العراقية بين القوتين الأمريكية والإيرانية؟ أمريكا الآن كما نعلم مشغولة بأزمة الانتخابات، وهناك عدة سيناريوهات غامضة تحيط بمسألة عملية انتقال السلطة، وهناك على ما يبدو انقسام شعبي أمريكي، فإذا انتقلت السلطة على سبيل المثال إلى بايدن يعني يصبح احتمال اندلاع مواجهة أمريكية إيرانية بعيدا جدا عن الواقع. وهناك من يراهن على الأسبوعين القادمين قبل انتقال السلطة، وهناك من يتوقع أنه أن يقوم ترامب خلال هذين الأسبوعين بتوجيه ضربة لإيران
هذا رهان مستبعد من ناحيتي. أنا استبعد هذا الرهان لأن ترامب منهمك الآن في إدارة أزمة الانتخابات ويحاول جاهدا تعطيل انتقال السلطة ويحشد أنصاره من أجل أن يعرقل المصادقة على نتائج الانتخابات. في ظل هذا الانتخابات من غير في ظل هذا الانهماك من غير المتوقع أن تكون مواجهة إيران ضمن أولويات ترامب. حتى لو وهذا احتمال جدا ضعيف، حتى لو تمسك ترامب بالسلطة وبقي في البيت الأبيض فيحتاج إلى وقت طويل جدا حتى تستتب الأمور لصالحه ويتخذ بعد ذلك قرارات من هذا المستوى. شكرا جزيلا لك عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميدعي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية.